حدود نحو 14 شاحنة مساعدات غاثية متوجهة إلى عدن في طريقها إلى محافظة الحديدة. تشتمل القافلة على 10,000 سلة غذائية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدا لتوزيعها على المحتاجين في المحافظة. تأتي هذه القافلة في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة لليمن من خلال مكتب تنسيق المساعدات الخليجية. والرابعة مستمرة وفيها بعد الفاصل.